تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة في الشارع يبدأ من المواطن، حيث عملت مديرية مرور صلاح الدين في تطبيقه على سواق السيارات المخالفين للتعليمات، ومنها تظليل زجاج السيارات ومحاسبة المركبات الخصوصي التي تحمل أشارة التاكسي، بالإضافة لمخالفات أخرى وجدها المواطنون إنها إجراء صحيح يهدف إلى مواكبة التطور والحفاظ على إجراءات السلامة وضمان حقوق الجميع. نزلها عمي من عيني، بس نزل البردات، نزلها. السلام عليكم اخوي. نزل السلام ورحمه الله. يعني صار قانون رجال المرور. اي بارك الله بيكم. وجزاك الله والله نطبقه، اذا تطبق هذا القانون احنا ما عندنا اشكال. هاي بردات ثانيا، وهسه نشيل هالبردات وماكو اشكال. كيف اذا جرى القانون على الكل؟ انتم مع هذا الاجراء؟ مع هذا الاجراء، اجراء صحيح. اي نعم، وياكم ان شاء الله. تسهيل الله. بالنسبه للتظليل يعني هي شغله مو حضاريه، واللي يمنع التظليل يعني فقره صحيحه وضمن القانون، لان يسبب التظليل يسبب يعني كثر فيها حالات الخطف. فقره التظليل يعني يمنعها فقره صحيحه، لان قلت لك كثر فيها حالات سلبيه هواي. هذه الإجراءات الصارمة بحق المخالفين للقوانين وجدتها مديرية مرور صلاح الدين ضرورية، وعملت من الآن إلى تفعيلها تمهيدا لتطبيق جميع فقرات القانون المرور الجديد، مع العمل على توعية المواطنين وتثقيفهم بهذه الخطوات المهمة التي ستسهم في التقليل من الحوادث المرورية. حقيقة بعد مرور القانون الجديد لعام 2019 اللي حيتنفذ يوم 6/10، احنا بادرنا بنشره في كل التقاطعات على شكل بوسترات كبيرة جدا، ممكن القارئ يقرأها في أي مكان. التظليل لا يمكن تظليل أي مركبة في العراق ما عدا موافقة السيد رئيس الوزراء تحديدا، وفي الكتاب يصدر بأن السيد رئيس الوزراء أمر بتظليل المركبة المرقبة كذا، والتابع للوزارة الفلانية يقودها فلان ابن فلان. هذا تظليل، ما عدا هذا كله تجاوز على القانون وكله تجاوز على التحضر. ياسر عدنان، قناة صلاح الدين الفضائية، تكريت.